قول لي يا دكتور سمير، انت لما مراتك بتتعب بتعمل ايه؟ بشحنها عند امها على طول. اه عند امها؟ هي امها لسه عايشه؟ امها لسه ما اتجوزتش. ما تسالنيش ازاي. طيب انت يا شعبان لما مراتك بتتعب بتعمل ايه؟ لا انا بسيبها في البيت وبروح انا عند امي. هي امك لسه عايشه؟ يا ربنا يديها الصحه يا اخي، ايه اللي لسه عايشه؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا ما ينفعش اودي انجي عند امها، وفي نفس الوقت كمان ما ينفعش اسيب البيت والعيال واروح انا عند امي. هي امك لسه عايشه؟ ربنا يديها الصحه. علي ما ينفعش انك تتخلى عن انجي في الوقت ده. انجي بتقف جنبيك، يا ما وقفت جنبيك في ازمات كتير قوي. انت لازم تقف جنبها في الازمه دي. صح، انت لازم تقف جنبها، ولو مش هتقدر انا عندي ليك حل حلو قوي. انا اثق في كلام الراجل ده قوي. ايه هو؟ طلقها. امشي اطلع بره، ما اشوفش خلقت امك هنا. طب انا هروح عند ماما. ربنا يديها الصحه. مامي انا حاسه انك متغيره قوي، بس انا مبسوطه يا مامي. انا مبسوطه انك بقيتي اطيب من كريم ومختار في يتربى في عزه. على اساس ايه؟ ان انا كنت بجلدكم بالكرباج قبل كده، ولا بشدكم من ضوافركم، ولا بمسك لكم الشباشب مثلا؟ والنبي ايه بتبصي لي كده ليه؟ اه صحيح يا مامي، هو انت ايه اللي غيرك فجاه كده؟ يا حبايبي ما اتغيرتش ولا حاجه، ما انا اهو زي ما انا. مش مهم يا مامي ايه اللي غيرك، المهم انك تفضلي كده على طول. حاضر يا حبايبي، انا هفضل كده على طول، هعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، مش هزعلكم تاني ابدا. بس انا لو مت ولا جرالي حاجه بعد الشر يعني هتزعلوا عليا؟ طبعا يا مامي. بجد؟ إنجي مش عايزة تقولي لي حاجة؟ أيوة عايزة أقولك. عايزة أقولك إنك لازم تنامي يا علي، عشان بتدوخني الصبح وأنا بصحيك. أنام؟ حاضر يا إنجي. طب اعرفها اني عارف كل حاجة ولا لا؟ اقوله ولا ما اقولوش؟ هو علي زي قلته، يعني عارف زي ما عرفش، هي مش فارقة كتير. انجي محتاجة لك يا علي، لازم تساعدها. بس تساعدها ازاي؟ ساعدها باني بقى ده منظر بني آدم يعتمد عليه في أي حاجة. يا رب. اكتم الصوت شوية يا علي، حرام عليك، أنا كده هموت من صوت الشخير مش من العيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي 100 مره قلت لك ما تخشش على المكتب بالطريقه دي يا اخي. وانا دخلت عليك الحمام خد امضي الورقه دي. ايه اوعى تكون تقول لي انك عايز اجازه زي مراتك انت كمان. لا انا عايز اطبع شغل مراتي في كتاب. كتاب؟ كتاب ايه بقى ان شاء الله؟ كتاب يوميات زوجه مفروسه قوي، نفس العمود اللي بتكتبه. لا يا حبيبي اسف ما اقدرش، لازم اخد موافقه الاداره الاول. وانا بقول لك اطبع منشورات يا جميل. منشورات؟ يا نهار اسود، منشورات ايه؟ يا عم دي مقالات مراتي، هنجمعها ونطبعها في كتاب. انت بصعب الموضوع ليه يا جميل؟ انا مش مصعب حاجه يا علي، بس الموضوع ده المفروض ان انا لازم اخد. الجورنال هيبقى ليه نسبه في المبيعات يا جميل. الف مبروك على الكتابه، حلوه. واطي طول عمرك كمان. الأدب. تعال تعال. عايز ايه بس يا علي؟ سيبك من القهوه دي، عايزك في موضوع مهم. طب اشرب البق ده. سيبك من القهوه دي، لادلقها في وشك. اسمع. ايه؟ انا عايز دار نشر تكون كويسه
وحنينه وتكون بتنجز. كويسه وحنينه وبتنجز وانا اشرك بكروباس يا علي. وبعدين دار نشر ايه ده؟ هو انت ناوي تكتب روايه ولا ايه؟ لا امال ايه؟ ما تكتب يا علي، ما تكتب، ده كل من هب وده بيعمل روايه و30 حفله توقيع. 30 حفله توقيع؟ اه. ويا ترى حد بقى بيروح في ال30 حفله دول؟ لا لا لا، هم الناس اللي بيحضروا كل حفله. وانا اللي كنت بنبهر بالحفلات دي. بس ما قلتليش يا علوه، انت عايز دار نشر ليه؟ هقول لك. يعني يا ربي من كل الامراض اللي في الدنيا ما يجيليش غير المرض ده. كانت فيها ايه يعني لما يجيلي مثلا الزهايمر مثلا؟ وعلى الاقل كنت هنسى علي وعيش معاه في بيت واحد بقى وانا ناسياه واطلع عينه وانسى كل المشاكل اللي انا عايشه فيها دي. ولا كان يجيلي مثلا الكلى، ليه لا؟ على الاقل كنت مثلا اخدت كليه علي وعيش انا بقى بكليتين ويعيش هو بكليه واحده. طب وفيها ايه يعني لما حياتي تنتهي؟ هيحصل ايه يعني؟ يا دي كانت عيشه اصلا. انت فرحتي كام مره يا قلب امك؟ طالعة شبهي. اسمعي كلام جدي. لا يا بنت اسمعي كلام ابوكي. انا عايزها تبقى زيي. اسمعي كلام ابوكي واسمعي كلام طنطي كاميليا. اسمعي كلام اونكلك سامر. كنت تجنن حبيبي ونعمتش اموره قوي. واسمعي كلام أمكلك شعبان اللي جاي من جبل لبنان. شو هالجمال شو هالجمال. وانا يا مقصوفة في قلبك يا اللي تنضربي في وراكك، لو ما سمعتيش كلمتي هتشوفي اعمل فيك ايه يا بنت. ده انا تنتك هذا. لا والله أنا عشت برضو أوقات كتيرة حلوة، وهي دي اسمتي وهو ده نصيبي. يا رب صبرني.